إدمان السوشيال ميديا كيف يعمل معانا؟ ما هي السوشيال ميديا مشكلته بكذا حاجة. أولا لو أنا صحيت الصبح كده فتحت عيني وأول حاجة كانت التليفون، كويس؟ أول حاجة عملتها أن أنا عملت سكرولينج 5 دقايق حتى. الخمس دقايق دول أنا تعرضت لمثلا ما يقرب من 20 شعور مختلفين تماما عن حالتي. أنا لسه ما فتحتش عيني، عقلي ما بدأش يبروسس أي حاجة، لسه ما بدأش يشتغل. خدت كمية مشاعر، شفت بوست مثلا لفلان اللي نجح في كذا، وفلانة المبسوطة بكذا، والحادثة الفلانية عند فلان، واللي بيمر بالأزمة، كل ده في أقل من كام دقيقة. فكل دي مجموعة من المشاعر عدت عليا، اتخزنت كلها جوايا في أول لحظات. فعقلي بيبقى عامل زي مكنة الفشار، بوب كورن برين، عقلي عمال تك تك تك. فأنا بصحى من النوم أول ما بقوم حس بأن أنا خملان، مش قادر أقوم، حاسس أن أنا تعبان، مش عايز أروح الشغل، لأن أنهكت عقلي. بالظبط، لأني أنهكت عقلي ومشاعري، فأنا بقيت مستنفذ ومستهلك من قبل ما أبدأ يومي. طبعا ده غير أن احنا مخزنين قبل ما ننام مجموعة مشاعر ونمنا بيها. أنت مدمن سوشيال ميديا إذا؟ ده سؤال حلو قوي، ويعني سؤال صعب. أنت مدمن سوشيال ميديا إذا؟ في كذا حاجة. أولهم لو أنا النهاردة يعني عدد ساعات يومي اللي بقضيها على التليفون كبير جدا، يعني أكبر من يعني أذكر في العادة كان أحد الشباب الجمال اللي في الكلية بيشتكي إن هو ما عندوش وقت الحاجة، ومثلا بنطلب منه واجبات فمش قادر يعملها عشان الوقت ضيق وهكذا. ففتحنا الحديث عن السوشيال ميديا، فبس حب يتشك كده هو بيقعد قد إيه. قال استنى هبص، لقى يعني على منصة واحدة، ما أحد المنصات واحدة بس، قاعد بيقعد عليه في اليوم مثلا 7 ساعات. 7 ساعات دي واحدة منهم، ده غير الباقيين. فهو السكرين تايم ده مهم قوي إن احنا نبقى واعيين بيه، نعرف كم من الوقت نقضي على الشاشة. بالظبط، ده رقم واحد. كم الوقت اللي بقضيه. ثانيا جودة الوقت بره الشاشة، يعني بعرف استمتع بره الشاشة ولا لأ، بعرف اعمل حديث مع حد من صحابي، مع حد من اهلي، ولا انا طول الوقت مستخبي جوه الشاشة. كم ساعة اذا بتصف دكتور شخص مدمن للسوشيال ميديا، كم ساعة لازم يكون الوقت يستهلك اللي يستهلكه للسوشيال ميديا؟ يعني مفترض ان هو يقل شويه، يعني يقل شويه عن العدد الساعات الكبير. في ناس بتقعد بال12 وال13 ساعه في اليوم قدام التليفون، طبعا على فترات في اليوم ما يشعر فيها اصلا. هي المشكله ان احنا مش بنحس بيها، لان هو معايا في كل الاكتيفيتيز، معايا في كل انشطه اليوم، وين ما اروح وين ما اجي، قاعد مع الاسره هو معايا، مع الصحاب هو معايا، في الجامعه هو طول الوقت معايا، يسرق حياتي. بالظبط. طيب كيف اعالج هالادمان اللي هو ملازمني وأنا مش واعي عليه أصلاً؟ جميل. ولو حد قال لي أنت مدمن سوشيال ميديا أقول عندي إنكار، وده تتفلسف يعني. أنا أقول لك أن أحد آفات الإدمان، أحد مشاكلنا في علاج الإدمان هو الإنكار. يعني أول مرحلة لتبطيل أي عادة سيئة أو أي شيء سلبي هو مواجهة هذا الإنكار، نحن نكسر إنكار الشخص. يعني إحنا لما مثلاً حد بتقولي له أنت بتتعصب على الناس أو بتأذيهم بعصبيتك، أول حاجة بقولك أصل هم مستفزين، هم اللي بيعصبوني، فانا بنكر اللي انا بعمله، بدور له على مبرر. فالانكار زي ما هتقولي بالظبط كده، هتقولي له انت مدمن سوشيال ميديا، اقول لك انت بتفلسف عليا. فاول حاجه هو كسر الانكار. ثانيا واجه الحقيقه، اواجه نفسي، ابقى عارف ان ده بيضرني وبيضرني ازاي، وعشان اكسر انكاري اعرف الخسائر، يعني اعرف انا بخسر ايه من اللي بيحصل. جميل. ثانيا ان يبقى عندي بدائل، لا يمكن ان ابطل عاده سيئه من غير ما يكون عندي بدائل اخرى تساعدني. مش هقدر اطلع من ادمان فابقى لوحدي، محتاج حاجات دعم. مثل شو؟ ان يكون عندي مصادر دوبامين اخرى غير الشاشه. ادور على الدوبامين، ادور على الدوبامين في يومي، وانا بعمله لنفسي ازاي؟ اعطينا امثله دكتور. مثلا الرياضه، المشي، قراءه، موسيقى، اجتماعيات، تواصل مع الغير، كل دي حاجات بتساعدنا ان انا ببقى الاقي مصادر مختلفه بتخليني احس بانبساط باستمتاع. ادور على شيء يسعدني يعني. بالظبط، مهما كان بسيط، مش لازم حاجه ضخمه، ربع ساعه في اليوم بس مصدر بيخليني مستمتع وسعيد. ثالثا اني بعرف اتعامل واتواصل مع مشاعري، وده اساس الموضوع. يعني انا فاهمه مشاعري، لان احنا جزء كبير من اي ادمان هو هروب، هي دايره هروب مستمره بهرب فيها من مشاعري السلبيه. يعني لو تفتكري سنتين ثلاثه ورا كده لما كنا في ايام الكوفيد، ايام الكورونا، الناس كانت اكبر مشكله عندها انها تواجه نفسها، انها مضطره تقعد في مكان ثابته فيه، فهتواجه مخاوفها، هتواجه افكارها، هنواجه الاوفر ثينكينج بتاعنا. فكنا الناس كان عندها خوف شديد من ده، اللي نهرب منه يعني طول اللي احنا طول الوقت بنهرب منه. بنهرب منه بقى باي ادمان. كل الادمانات هي هروب من مشاعر سلبيه مستتره انا مش شايفها، مش واعي بيها. فبس لو عرفت اتعامل معاها الامور شكلها بيختلف تماما. الحياه المثاليه اللي نشوفها على السوشيال ميديا،
من رفاهية، من سفر، من مجوهرات، من كل البراندات وغيرها. هو الأوان بيرفكت لايف دي هي مش موجودة في الحياة الحقيقية، يعني مفيش حياة كلها مثالية، لا يوجد، لا ولا في أي حتة، ويعني أنا أجزم على ذلك. لازم الناس تركز إن ما في حياة مثالية، في أعلى 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 الطبقات ده مش موجود. مفيش حد مش بيعاني، مفيش حد ما عندوش تحديات في حياته، وإلا هيبقى مش عايش. يعني طول ما احنا عايشين في هدف لسه ما جاش، في حاجة بنسعى ليها، فطول الوقت في تحدي في الحياة. ففكرة ان انا قاعد فخلاص بقت الدنيا تمام، ده مش موجود. طبعا بنحاول نخلي الدنيا نصلحها، يعني نخليها جيدة، نعيش جودة حياة افضل، وده ينفع في كل الطبقات، ده ينفع في ابسط الناس. في الرضا هذا موجود. شكرا. نتعلم الاول التقبل، ثم الرضا، ثم الاستمتاع. هو سلم بيجي درجات، اعرف اقبل، فبعدها هيجي لي الرضا بتمام التمام، وهبقى هادي ومستمتع باللي بعمله، فحاسس بسعادة. فده بيجي عند أي شخص بيحاول يسعى لده.